إثر التقلبات الجوية التي حدثت مساء اليوم على مستوى بادية علي الحجر ومتمثلة في تساقط كميات كبيرة من الأمطار وحبات البرد، أدى إلى ارتفاع منسوب المياه على مستوى البلدية في بعض الأحياء، نذكر منها حي 19 جوان، حي البنك العالمي، حي 50 مسكن عمارة الحجلة، وحي الشهيد بن يطو. لحسن الحظ لم نسجل أي ضحايا أو خسائر بشرية، ما عدا تسرب المياه إلى بعض المنازل. حاليا تقوم مصالح الحماية المدنية بتوفير كل الوسائل المادية والبشرية، متمثلة في وحدة الحماية المدنية عين الحجل ودعم من الوحدة الرئيسية والوحدة الثانوية لسيدي عيسى، وذلك من أجل امتصاص المياه المتسربة إلى المنازل.